بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. كان حديثنا عن اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب في قوله سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وتساءلنا عن الجهه التي منع الله المسلمين من ان يستحلوا شعائرها والشهر الحرام في قتالها وقلنا هناك انها في المشركين وان جل المفسرين والفقهاء قالوا انها منسوخه الطبري وغيره كثير قالوا انها قد نسخت بسوره براءه ووجوب منع المشركين من البيت وحربهم اينما كان وهذا لا يختص بالمفسرين بل بالفقهاء والخلفاء ايضا فبراءه نسخت واحلت حرمات المشركين وعباداتهم فكم كان بين براءه والمائده سنه واحده او قل موسم حج واحد نزلت سوره التوبه براءه في السنه التاسعه للهجره وتليت اول ست وثلاثين ايه منها على الناس في عرفات السنه التاسعه التي بعث الرسول صلى الله عليه واله ابا بكر رضي الله عنه اميرا على الحج في ثلاثمائه حاج من المسلمين واردف عليا خلفه بسوره براءه يعلنها على الناس في الموقف وحادثتها مشهوره وفيها نزلت أحكام تتعلق بحج المشركين وتعريهم بالبيت فوصفتهم بالنجس ومنعتهم من الاقتراب من البيت الحرام بعد عامهم هذا أي بعد السنة التاسعة والمائدة نزلت في السنة العاشرة للهجرة في حجة الوداع ويقال انها نزلت ايضا في يوم عرفه، فان كانت هذه الايات بالذات من سوره المائده نزلت في حجه الوداع، فكيف تنسخها سوره براءه التي نزلت قبلها بعام، ولكنها السياسه وما اتبعته من منهج الحرب ضد مجموع غير المسلمين ايا ما كانوا مسالمين أو محارمي وذلك في زمن ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الآيات تبين وجوب احترام تقديس المشركين للبيت الحرام ولحج إبراهيم كما عرفوا فتوجب على المسلمين أن لا يستحلوا الشهر الحرام بقتال المشركين تأثرا بفهم لسورة براءة التي نزلت في الموسم السابق وأن لا يستحل هدي المشركين ولا قلائدهم ولا يصدونهم عن المسجد الحرام حتى من سبق وأن صدهم منهم فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم تتمه الايه وتامرهم بتقوى الله في ذلك المسلمون استقر رايهم على منع المشركين من البيت وقوفا على فهم لسوره براءه ولم يسمعوا لقول الله بمزيد من البيان لهم في سوره المائده وهي نزلت بعد براءه وفي نفس المناسبه والمائده دليل على عدم صحه دعوى منع المشركين من الحج والعمره وان منعهم من الاقتراب من المسجد الحرام بعد الفتح ليس على اطلاقه وانما المنع متعلق بالنجس الذي يمارسونه فان تركوا النجس فلا منع ومن نجسهم طوافهم بالبيت عرايا كما خلقهم الله وما يتقربون به للاوثان شركا فاما الاصنام فقد ازيلت واما النجس فقد منع فانتهت اسباب المنع ما داموا لا يطوفون عراه نساؤهم ورجالهم ولا يتقربون لغير رب البيت بقرابينهم، ويلتزمون بحج الحنيفيه الابراهيميه التي كانوا عليها. وتبين الايات ان هذا انموذج مما ينبغي التعاون عليه، لانه بر وتقوى وليس اثما وعدوانا. فهذا أقرب لأن يسلموا ويؤمنوا من قتالهم من المفسرين من فطن إلى التناقض في دعوى نسخ براء للسلم مع المشركين ومنعهم من الحج مطلقا إذا قالوا بأن سورة المائدة نزلت بعد براء بسنة كما هو الحق فاضطر إلى قول إن براءة نزلت بعد المائدة كيف؟ وأين ذهبت إمارة أبي بكر رضي الله عنه للحج السنة التاسعة ورد في الرسول عليا وراءه ببراءة أين ذهب كل ذلك التاريخ المشهور والمروي عند الجميع؟ إن دعوى ان براءه ناسخه للسلم دعوى سياسيه لا قرانيه وما جاء في سوره المائده يبين ان دعوى منع المشركين من الحج مطلقا باطله وان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ليست على اطلاقها وانما تتعلق بنجاستهم في الحج حيث كانت نساء ورجال منهم يطوفون بالبيت عرايا كما خلقهم الله وكان من المتوقع منهم كيدا للمسلمين ان يكثروا من هذا القبح والنجس فيما لو سمح لهم به فلا يجد المسلم نفسه الا وهو بين نساء عاريات ورجال عراه في اقدس بقعه وهذا من الاعتداء فكان النهي عن حجهم امر بترك النجس لا مطلقا ولهذا جاء في المائده بعدها ما يوجه المسلمين الى عدم استحلال الاشهر الحرم ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا على الاصل الابراهيمي الذي كانوا عليه قبل ما تنجسوا به من قبائح. ولكن هذا الفهم لا يخدم السياسه وما ذهبت اليه من نسخ السلم كافه فقالوا: منسوخه ببراءه التي نزلت قبلها. وقالوا نزلت بعدها مع ان التاريخ فيهما واضح مشهور براءه نزلت في التاسعه وقت اماره ابي بكر رضي الله عنه للحج واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت في العاشره في حجه الوداع وقوله سبحانه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. عائد على الامر والنهي في: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ينهى المسلمين عن الخشيه من المشركين. فالمشركون وصلوا لحاله اليأس. وباتوا مقتنعين اليوم بان الاسلام حقيقه موجوده يجب التعامل معها على هذا الاساس اليوم اكملت لكم دينكم التشريعات والاحكام والوصايا قد كملت ولا يحق لاحد الزياده عليها برايه وهواه والعقيده من فوقها قد كملت فكل من ادخل زائده اعتقاديه في العقيده بعد كمالها فانما فوق كلمه الله قال كلمته والسوره كما تذكر احكاما ووصايا في الذبائح والحج فهي تبين الاعتقاد في المشركين اللي هم الطرف المختلف الذي كان حتى الامس عدوا محاربا خلف للمسلمين الاما لا تنسى ولا تزال اثارها باقيه فيهم في صور شتى من الايتام والارامل والمهجرين ولكنه اليوم يأس من قدرته على ذلك فاستسلم وألقى السلم وإن كان ظاهرا أو عاما يعني فحتى هذا يجب عدم التعدي على حقوقه الاعتقادية التي لا تعارض قداسة البيت الحرام بل تجري مجراها فقط أزال الإسلام الأصنام من بيت الله وفقط منعهم من النجس بعمل ما لا يليق بقداسه المكان كالطواف بالبيت عرايا نساء ورجالا فهذا الفعل المشين لا يليق ببشر متخلف عوضا عن الانسان فما بالك بالبيت الحرام وكذلك بقيه السلوك الجاهلي غير اللائق وما التعري الا ذروته ولا اظن احدا يجادل في ذلك الا اعمى البصر والبصيره فالدين يكتمل بالتشريعات والاحكام والوصايا كما يكتمل بالعقيده الصحيحه ومنها عقيده احترام الاخر المختلف حتى في اقدس بقعه ما دام جاء معظما لها واتممت عليكم نعمتي النعم هي عامة للناس وليس فقط على المؤمنين وهي التي يطالب القرآن دائما بتذكرها اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله أعطاكم من النعم ومن أهمها بالنسبة للمؤمنين في ذلك الوقت نعمة السلام بعد ثلاثه وعشرين سنه من العناء والشقاء والصبر والخوف فقد انتصر الاسلام وبات المؤمن امنا في دينه حتى لو لا يزال الوضع الاقتصادي العام ضعيفا بالنسبه للمسلمين فلا يزال الاخرون اكثر غنى منهم نظرا لانشغالهم الطويل عن الاستثمار والتنميه بالحروب ولكن النعمه التي تمت بها النعم هي نعمه الاخوه وهي الاساس الراسخ للقضاء على كل الوان الخلاف التافهه والاساس لكل تواص بالحق والصبر فليس فوق نعمة الأخوة بعد الإيمان نعمة وهدم الأخوة يهدم سائر النعم إذ يقضي على الأمن والمحبة ويعيدنا للجاهلية وفرقتها ورضيت لكم الإسلام ديناً رضى الله لنا بالإسلام ديناً وعدم اشتراطه علينا الايمان هو اوسع رحمه فلو اشترط الايمان لهلك اكثرون ولكنه سبحانه خفف مطالبه فقبل منا فقط الاسلام وهو الادنى التسليم الارادي وهو دون الايمان اعده دينا مرضيا فالحمد لله على رضا الرب بالادنى وعدم اشتراطه الاعلى والا لهلك المسلمون قد اكتمل الدين وتمت النعمه اللتان بهما يرضى الرب فهل توقف المسلمون على ما اوقفهم الله لم يكتف المسلمون بالاحكام والتشريعات والوصايا التي كملت زمن الرسول صلى الله عليه واله، فاجتهدوا، فاضافوا اضعافا مضاعفه على ما كان، واجتهدوا كذلك في العقائد، فاضافوا كثيرا مما لم يكن له زمن النبوه نصيب ولا بكلمه. وحذفوا ما كان مؤيدا بايات عظيمه واشهر ما اضافوه عقيده نفي السلم ووجوب قتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ومنها عقيده الفرقه الناجيه وعقيده ان المذاهب هي الدين واسقاط الوصيه في الاخوه واسقاط الوصيه بوحده الامه كوارث عظيمه حلت بالاسلام فمن العقيده الموصى بها كون امه الاسلام امه واحده فوحده الامه ليست موضع اجتهاد ونظر والا لبطل الاسلام وصار اسلام واسلام واسلام, وإسلام الى ما لا نهايه بحسب الاجتهاد وهذا ما تفعله الفرق والمذاهب متى ما كفرت غيرها وفسقته واخرجته من الدين. ومن عقائد الدين الناتج من وحده الامه وحده المسلمين في الحقوق لا فضل لعربي على اعين ولا لاحمر على اسود ووحده القانون والميزان بالقسط بين الجميع. انما هلك الامم قبل انهم اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف ادانوه إذاً كان الرضا ورضيت لكم الاسلام دينا من حيث كمال الدين عقيده ومن حيث تمام النعمه الاخوه التمسك بالعروه الوثقى خارج هذا النطاق نطاق لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فاذا اختلف طرف ما في الراي يتم فصله من الامه ويعتبر عدوا فهل يبقى الدين بعد ذلك وهل الانفصال هو ضمن مشروع الله وارادته هذا العمل المضاد للعروه الوثقى واساسها عدم الاكراه في الدين حسب الايه التي قراناها قد سمح للخلاف العميق لان ينتهي في اخر الامر للنزوع للاختلاف الشديد والتفرق بما لهم من مصالح اقطاعيه تتشكل في صور مذاهب وفرق المصيبه ان هذا يحصل وكتاب الله بين ايدينا وفيه الهدى من كل ضلاله ان هذه الظاهره المركبه عقائديا وسياسيا واجتماعيا عقائد متضاربه سياسات متخاصمه مجتمعات متشاكسه ما هي الا صدى لتلك الحياه الضيقه ما قبل الهدى له الجاهليه كاننا عدنا صدى ذلك النظام الضعيف الذي يخلف وراءه التبعات العنيفه والقاسيه التي ينوء الابناء بحملها ويرزحون تحت ثقلها فمنذ ان يفتح الوليد عينيه عليه ان يعلم ان الاوسى خصومه ان كان خزرجيا وشيبان اعداءه ان كان تغلبيا وولد في عهد البسوس وعبد القيس ان كان فزاريا وتغلب ان كان بكريا ومهما تسامى فعدنان وقحطان في انتظاره ليحمي ولاءه فنحن امه عدنا كما كنا واضفنا لمن ضيع حميه الجاهليه القبليه حميه جاهليه مضافه هي حميه المذاهب والاعراق والاجناس والاحزاب فما ان تعي الحياه حتى تجد مصيرك قد اعد سلفا بمقولات جاهزه عن الامور المصيريه وكلها مخرجه عن وحده الامه المسلمه ومعاديه لبعضها وغيرها والويل لك ان لم تقبل فليس ثمه ملجا للاحرار الا الانفراد والعزله، فالبلاد والعباد والدين كله اقطاعيات. ان خرجت من اقطاعيه فتلقائيا عليك ان تبحث عن جوار اقطاعيه اخرى لتحميك وتقبل انتسابك تماما كالولاء عند القبائل الجاهليه، حتى لم يعد معقولا ان تكتفي بهويه انا مسلم حتى تسال وما مذهبك اليس غريبا ان ينتظر مسلم من اخيه ان يبين هويته بالانتساب لمذهب والا شعر حياله بالارتياب عالج القران ازمه الانسان ليخرجه من الظلمات الى النور بتحريره من قضاياه المتحكمه في حياته وفقا لموروثه الجاهلي كعقيده الثار والعبوديه والربا والمطالبات الماديه والعداوات وغيرها فكيف عالجها اولا وضع ماضيها كله تحت القدم وعدم الالتفات اليه ايها الناس ان دماءكم واموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده امانه فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث، وإن مآثر الجاهلية موضوعة، غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مئة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية هذا أولا وثانيا دعا للاستئناف من جديد وفق الأحكام والوصايا الجديدة فقال الاسلام يجب ما قبله. واعلنها الله في كتابه: كل لا يتحمل الا مسؤوليه نفسه. هداه له وضلاله عليه، وبه وعنده ينقطع لا يتعداه لمن بعده، ولا تزر وازره وزر اخرى، ما في ثارات ولا أنا. كررها على الأسماء في مواضع عديدة منذ العهد المكي فكل السور التي صرحت بانقطاع تبعية مسؤولية الخلف عن فعل السلف مكية، لأن تبعية الأوزار خلفا لسلف كان تقليدا جاهليا راسخا فربما ختل الاحفاد ثارا للاجداد وبذلك اعلن تحرير العربي الجاهلي والانسان من ورائه من تبعيه التقليد المجتمعي بانواعه والوانه وهي القضيه التي لا تزال محالا على العقول والنفوس حتى الغد فعبثا تنادي بالمسؤولية والحرية الفردية ذلك إن حربها حرب ضروس صعبة ووعيها من السمو ما يشك على النفس الرضا به في الحلقة القادمة نتابع الحديث من حيث انتهينا بأن الدين لا يورث الأوزار ولا تزر وازرة وزر أخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته